ليتين مشعل مش تسمعنا؟ شوف بسمعك بيت من كم بيت من اللي انا كتبته. ايه يوم عمي الله يرحمه توفى، شفت لي صوره مؤثره لليتامى خاصه من الدول الشقيقه. يا سلام. قلت حالك كسير ولاحقه عده شكوك، والعين تذرف دمعها ولا تبالي. يا سلام. تشوف شيب العين اكثر من ابوك، وساكت ضعفك وجور الليالي. تشوف شيب العين اكثر من ابوك وساكت ضعفك وجور الليالي. ولد الفقير مغطي الرجل هالشوك، ولد الذهب ما يقنعه كود غالي. من بعد مات ابوك والعالم الذوك، من بعد دفن ابوك يا بري حالي. انته قصيده فالوقت هذا انته قصيده وغنوك عنوانها كسر جبر الكسير استحالي. سلامتكم. صح الله لسانك. وهذه من المواضيع اللي دائما نحث عليها أخونا اليتيم اللي فعلياً حنا في حاجته إن نقدم له ونحاول نساعده، وهو بالنهاية يعني مننا وفينا، أما أخونا أما ولد عمنا أما مننا وفينا جارنا. لذلك دائماً أخونا اليتيم حنا اللي بحاجته دائماً وأبداً. طبعاً انتهى الوقت. ما في صحون تقليل. طيب.